صباح الخير، شو بدي أخبركم؟ كان نهار صعب كثير علي اليوم، لأني كان عندي غدا بمنهاتن، تلبس كرافات وطقم وأحمل حالي أنزل لتحت. بهالعمر صرت شوي مقصر، ولكن على الغدا لا ما كنت مقصر. قلت لهم وقفوا كل الحديث. أول شيء، ما في شك إنه كلنا لازم نقرأ الكتاب تبع بوب وودورد. كتب عدة كتابات، هذا الكتاب الجديد Fear Trump in the White House. هذا ما بيطلع الكتاب، ما بينصدر للبيع إلا ب 11 أيلول. نحن اليوم 4 أيلول، إذا الحديث تركوا لي هلو. قال شو هو؟ قلت لهم شو صار بالمزة؟ شو هالانفجارات اللي صارت بالمزة؟ عودة كبريت نفذت هالشي هذا كله؟ ما على شي. ليكو شو بيقول وسمعتم بالصوت وبالترجمة الإنجليزية الصحيحة البالغة في الأدب الإنجليزي. شو قال؟ العقيد أسعد الزعبي أحد كبار العسكريين والمثقفين عسكريا في سوريا، وهو من كبار الزعماء العسكريين في ثورتنا السورية ضد هذا النظام الإرهابي المجرم الظالم بحق شعبه. إذن إذا بتريدوا اسمعوا شو بيقول بالحرف الواحد. بكن تضلوا معي نتفي ونتفي لأني عم بلعب بالتكنولوجيا تسمعكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوريا الآن. قالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد كهربي ندوية انفجارات عنيفة سمعت في محيط العاصمة دمشق استهدفت مطار المزة العسكري ومركز جمراية للبحوث العلمية في وقت نفى فيه مصدر عسكري روسي أو سوري عفوا تعرض المطار لأي هجوم إسرائيلي. نتابع بعد هذا التقرير. معلش، انفجارات عنيفة دوت بمحيط العاصمة ما بهمنا نقول شيء، بهمنا نسمع شو عم بيقول العقيد للجميع. وأنا أتحدى النظام اليوم أن يدخل يعني الحارة الشرقية للعظمية وهو قريب على حدود مطار مطار المزة. بالمناسبة يعتبر حتى عام 1969 من أهم المطارات في سوريا، كان هو المطار المدني الوحيد، وكان أيضا المطار العسكري الذي كان يضم نوع من أنواع الطائرات اللي هو ميك 17 وميك 19، وكان أهم المطارات. بعد ذلك بدأ الانتقال إلى مطار دمشق الدولي، لكن بقي مطار مزة مدنيا تابع للرئاسة. ويعني بعد ذلك حتى حصرت يعني قضية الرئاسة في مطار مزة. ومن الناحية العسكرية مطار مزة يضم مقر قيادة المعسكر 8 كازين، فيه 3 أسرار من الكازين، فرع الاستطلاع للقوى الجوية، وفيه 3 أسرار من فرع الاستطلاع، السر المسير أو الريس الروسي وسر من سوريا. وذلك أيضا يوجد فيه مدرسة المخابرات، يوجد فيه مراكز تصنيع كمال التي تم إعطابها من قبل لجان التفتيش، يوجد فيه مركز صيانة اللواء 29 للنقل ومركز صيانة اللواء 64 حوامات، يوجد فيه أيضا فرعين المخابرات الجوية، فرع التحقيق الذي كان يتزعمه المجرم محمود عبد السلام، والفرع تبع المهام الخاصة أو فرع المداهمة الذي كان يتزعمه المجرم جميل حسن، حاليا صار مع اسماعيل. اذا له اهميه كبيره جدا. يضاف على ذلك طبعا خلال فتره الثوره عام 2013 تم انشاء مقر قياده مشترك في فرع المقاييس والمعايره في مطار المزه خاص بالقوات الايرانيه، لا يسمح لدخوله الا فقط لوزير الدفاع ورئيس اركان الجيش السوري. الاهداف التي استهدفت بالامس هي مطار المزه اولا، ثانيا النشطة الوطنية الإدارية والموجود شمال شرق إدارية أو شمال غرب إدارية، المنطقة الواقعة بالحدود الحارة الشرقية من العظمية وهو قريب على حدود مطار مزة، وأيضا مستهدف مقر قيادة عمليات مقر قيادة القرارة على جبل مزة، والذي يطل مباشرة على قيادة حقل رمي لحرس الجمهوري. إضافة لذلك طبعا تم استهداف 1066
في منطقة زاكية وتالا الانفاق الأولى، وموقع قيادة إيراني وهو مقر قيادة إيراني لحزب الله مشترك في شمال شرق دريج، وهو تابع من أساس إلى مركز جبرائيل. هذه الأهداف التي تم استهدافها أمس، ولو أخذنا بشكل عام نقول هذه الدائرة التي نصف قطرها يتجاوز 5 كيلومتر تعتبر من أهم المواقع، لأنها تشمل أهم القوى، قوى إيرانية، حزب الله، الفرقة الرابعة، الحرس الجمهوري، وطال ما زال يعتبر جزء أساسي من هذه المنظومة. يعني الاستهداف نوعي برأيكم؟ نعم، هذا الاستهداف هو نوعي ونوعي جدا، والنتائج كانت حقيقة مدهشة. وبالمناسبة يعني من يظن أنه كما يتحدث إعلام النظام أنه قتيل أو قتيلين أو ثلاثة، أنا أؤكد للجميع وأنا أتحدى النظام اليوم أن يدخل يعني وسائل إعلام حيادية على المشافي، مشفى المزة ومشفى حرستا ومشفى تشرين، ليعلم الجميع أن هناك أكثر من 200 فطيس من قوات النظام والقوات الإيرانية، وغالبيتهم إيرانيين، وهناك قادة ضمن هذه القتلى، هؤلاء القتلى ضمنهم يوجد هناك قاتلة، مجموعة من القادة ورتب عالي جدا. لو تركنا المجال العسكري وتحدثنا المجال السياسي، فأعتقد أن هذه الضربة يعني أولا كونها نوعية من حيث اختيار المكان، ونوعية من حيث اختيار الزمان، وهي الساعة التي تعتبر فيها الجاهزية القتالية طبعا بالحضيض، الساعة 1:21 ليلا، وحتى الساعة 1:47 كان الراني مستمر. وأعتقد وساطة الدفاع الجوي للنظام قد أطلقت بشكل كثيف، شاهدها كثير من المواطنين بيرشق، وهذا يضحض كذب النظام عندما تحدث على أنه ماس كهربائي. إذا كان ماس كهربائي إذن لماذا تلك الإطلاقات الكثيرة من وسائل الدفاع الجوي؟ لماذا كان هناك إطلاق من مناطق مختلفة حول دمشق من وسائل الدفاع الجوي؟ أثارت ربما هذه التصريحات ضجة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، التصريحات التي تداولها النظام وسخروا منها كثيرا، هل هي محط السخرية سيادة العميد؟ يعني أولا تحدثنا فالنظام بكافي يعني كاملي هذا النظام هو محط سخرية. النظام الذي منذ 40 عاما وهو يقول يعني نختار الزمان والمكان للرد على إسرائيل، إسرائيل التي دخلت مضاد قصر قرداحة، دخلت إلى تدمر، دخلت إلى الكبر بدير الزور، دخلت إلى السفيرة، دخلت إلى كل مناطق بالمكان والزمان التي تحددهما، فهذا من جهة إسرائيل. فكيف لو استثنينا الروسي والإيراني والأفغاني والعراقي طيب. والأمريكي والفرنسي والبريطاني وكل عموم الأرض التي تسبح وتمرح بسوريا كما تشاء؟ هناك الكثير من الرسائل، هناك الكثير من الرسائل سأعود لأناقشها معك، ابقى معي لو سمحت سيادة العميد. أستاذ محمد، يعني أعتقد هناك الكثير من الرسائل، لكن أهم هذه الرسائل هي رسالة إلى شعب أسد باختيار هذه المنطقة لتقول له ما لم تغنيك الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها مع الإرهاب الإيراني، لن تستطيع إيران تحميل ولا روسيا ولا كل من المستثمر حمايتك، نحن نحدد الزمان والمكان ونختار ما نشاء. وأعتقد تصريحات يعني ليبرمان السابقة التي قالت إن تخلى بشار عن إيران ربما يعني يحافظ على حياته، وإن لم يتخلى فسيكون مصيره نفس مصير إيران. يعني تقصد هي ردا على زيارة حاتمي وتوقيعه الاتفاقية؟ تماما، أي أول رسالة كانت يرد على يعني تحركات حاتمي، الذي أيضا حقيقة تحركات حاتمي في سوريا تثير السخرية هذا النظام، لو كان يتحرك مرافقيه الإيرانيين ومستقبليه الإيرانيين وكأنه يتحرك في الأرض الإيرانية، يعني هذه أكبر سخرية. يعني تحدثنا عن السخرية الخاصة بالنظام، لا كانت أول رسالة هذه الرسالة ردا على زيارة حاتمي وردا على ما سمي اتفاقية استراتيجية أو شراكة استراتيجية ما بين النظام وإيران. الرسالة الثانية أعتقد أن هناك يعني أصبحت النوع الجدية هي عبارة عن رسالة مترجمة، بدل أن تكون أمريكية كانت إسرائيلية، لتقول للروس والجميع والإيران يعني انتبهوا واحذروا وكونوا على يقظة، لكم سوف ترحلون عاجلا أم آجلا، يعني قسرا أو كما يقال بالسلم، طالما أنكم لا تفهمون بالقضية أو بطريقة الحل السياسي سوف تقومون بالرحيل من سوريا مع بشار الأسد طبعا بهذه الطريقة طبعا هي طريقة القوة، وطبعا بناء على يعني الردود التي أثارت أيضا هذه الرسالة جاءت بشكل مترافق تماما مع زيارة جيمس جيفري إلى إسرائيل قبل إيران وإسرائيل ثم تركيا. إذا كثير من الرسائل حقيقة يمكن فهمها من خلال هذه الغارات أو هذه الضربة التي استهدفت أهم المناطق حساسية بالنسبة للنظام. طيب ابقى معي لو سمحت سيادة العميد، بدي اياك تسمعوا هون ندفع، ما موقف روسيا هنا برأيكم من هذه الضربة إن كانت حقيقة إسرائيل؟
لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تفكر في الدخول البري إلى سوريا، فهي ليست بحاجة إطلاقا إلى أي عمل بري، هي تلوح من البعيد، وأعتقد أن نظام وداعيين ينفذون. على سبيل المثال روسيا، يعني أولا روسيا هي دخلت في أوامر إسرائيلية، لو لم تسمح إسرائيل بدخول روسيا ما دخلت روسيا. ثانيا عندما نتحدث يعني إذا كانت روسيا حقيقة الغارقة تماما في المستنقع السوري، لا ينقص أطلاقا أن تفتح جبهة مع إسرائيل، لو فتحت جبهة واحدة من إسرائيل فعلا فليعلم الجميع أن روسيا ومن يعمل في شركاتها من إيران والنظام قد سيرحلون في ليلة، يعني ربما لن يصبح عليهم صلاح كما يقال. إذن لو تحدثنا حقيقة عن الدور الروسي أو دور إذنك إسرائيل من خلال عقيدتها القتالية تستطيع أن تنفذ ضربات خارج مجالها، تستطيع أن تنقل الحرب إلى أرض الخصم، ولكنها لا تريد أن تدخل بريا، ذلك يكلفها تكتيم الخسائر وربما حتى طرق أمدادها لا تسمح، ربما حتى طبيعة الأرض، وأيضا هي موجودة خلف ستار أو جدار وهو موجود في الجولان، وبالتالي هذا الجدار يفرض عليه كثير من القوى، يفرض عليه كثير من الحاجة لعمليات الدفاع، فلا داعي أن تتجاوز هذا الجدار لتكون مكشوفة أمام النظام أو أمام الإيرانيين في أي منطقة، لكنها تستطيع أن ترد من مناطقها أو حتى من المناطق الأخرى جويا وصاروخيا، وبالتالي هذه الأسلحة سواء كانت قوى جوية أو صاروخ يعني تساعد إسرائيل لتحقيق أهدافها دون الذهاب أو دون الوصول إلى منطقة العمل العسكري المنشودة. أستاذ محمد، هل إسرائيل جادة في إنهاء الميليشيات الإيرانية على الأرض السورية؟ تجاذبات في ظل ما يجري، في ظل التحضيرات، في ظل المناورات الروسية، في ظل الحشود، في ظل الحديث اليوم كذلك عن إدلب، لا نريد أن يعني نجعل البوصلة تاتية، ولكن وفي ظل الضربة الإسرائيلية يقول إيدي كوهين أدعو المعارضة السورية بجميع هيئاتها إلى زيارة أورشليم وفتح صفحة جديدة مع إسرائيل. مفتاح الأزمة السورية موجود هنا في إسرائيل، إذا بعد ما فهمتوا مش بأستانا ولا بجنيف. صحيح الحكي، إذا لو سم بيقوله أنا هنا أؤكد تماما يعني دقة هذا الكلام طبعا بدك توفي إسرائيل صاحب قرار، هي من عمك لو سن اللي عم بيكي كنيه بطريقة معينة وهي من زوجة روسيا، وأعتقد الزيارة التي قام بها شمعون بيريز ونتنياهو في نفس الزمان، شمعون بيريز كان اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو اتجاه موسكو. صحيح. بعد هذه الزيارة مباشرة انقلب الوضع العسكري في سوريا. صحيح. بدأ يشير باتجاه صالح النظام، وتغيرت القيادة الأمريكية من وزير الخارجية كلينتون إلى المجرم كيري الذي يعني نفذ ما نفذ ضد الشعب السوري، وليعتبر حقيقة قمة الإرهاب مع لافروف، وهما بالمناسبة يهوديين اثنين يعني. لذلك إسرائيل هي كانت من تحمي هذا النظام، وهي إلى الآن ما زالت تحميه، والآن ربما ترفع الغطاء لأنها يئست من أن تحميه لأنه تماما نفذ المهمة المطلوبة منه، فهو دمر سوريا اقتصاديا عسكريا اجتماعيا، لم يعد سوريا لم تعد سوريا دولة بمعنى هذه الدولة، ولا حتى تقترب من حدود أي دولة. ثانيا عندما تحدث عن إسرائيل أقول أن إسرائيل يبقون أعداء، على العكس تماما، اليوم إسرائيل تصرفها بالوقوف جنب النظام والذي يعني أطال عمر النظام 7 أو 8 سنوات واستهلك الكثير من شبابنا وشهدائنا، أعتقد ارتكبت خطأ كبير، كان من المفترض على الأقل أن تحترم نفسها كدولة محتلة كدولة معتدية، وأن تبقى ضمن حدود المناطق التي تسيطر عليها، لا أن تدخل ضد الشعب السوري، لكنها للأسف هي رسمت عداء كبيرا بينها وبين الشعب السوري، فاليوم لا تحاول أن تصلح، وهي مدركة تماما أن النظام انهار وسينتهي ولن يكون له أي مكان. وأعتقد أن إسرائيل حقيقة لو كان لديها نوع من يعني حتى إسرائيل كان لديها مطالة بأن توسع تواجدها في الجولان إلى مناطق أخرى، ولذلك يعني أنا سأقبل بحقيقة أن إسرائيل لها دور كبير وتستطيع أن تسيطر على المنطقة، تستطيع أن تتحرك، أن تأخذ قرار، أن تأخذ ما تريد، على الأقل على الدول العظمى التي تتعلق بالملف السوري أو تتصرف بالملف السوري، وعلى حتى دول المنطقة، يعني هي بالتأكيد تتراسل، تتواصل مع الأردن، تتواصل مع لبنان، تتواصل مع حتى تتواصل مع إيران، تتواصل مع العراق، تتواصل مع تركيا، لكنها في النهاية كان من المفترض أن تقف موقفا حياديا على الأقل، حتى ربما يعني لو يعني تغير النظام في سوريا وإن شاء الله سيتغير، فلو كان هذا الوقوف الحيادي لإسرائيل كان ربما يمكن أن يجر عليه نوع من الحل السياسي باستعادة الجولان بالحلول السياسية أو بطرق سياسية، لكن للأسف الشديد كانت في منتهى القذارة بوقوفها إلى جانب النظام، وهي نسبت أو نصبت عداء كبيرا بينها وبين الشعب السوري الذي كان من المفترض وقوف الحيادي كان يكفي. ابقى معي لو سمحت سيادة العميد في إدلب، خاصة أنه الناس اليوم متخوفين، هل يوجد معركة
أم لا؟ أولا لو كان النظام يملك إمكانية يعني نجاح الأعمال القتالية بنسبة 20% في إدلب لما انطبق إلى الآن. الأعمال القتالية من المفترض أن يتم البدأ فيها بشكل مفاجئ بشكل سري لتحديد المفاجأة الاستراتيجية، وطالما أنه ينتظر هذا الانتظار ويقوم بتنفيذ البروباغندا الإعلامية والتأثير على الروح المعنوية فهذا يدل دلالة أكيدة وبدون أدنى شك أنه عاجز مع الروس مع الإيرانيين عن تحقيق أي انتصار في إدلب. هذا من جهة، لكن جهة أخرى وهو الأهم لمعرفة التامة لتضاريس إدلب ولمعرفة التامة بالمقاتلين ولمعرفة التامة بالخطط وتنسيق الأمور وتجهيز الخطوط الدفاعية وحط النار وجهاز الحوادث الهندسية وجهاز النار وكذلك تنفيذ استعادة الجاهزية القتالية عند أسبانيا، رفع الجاهزية القتالية، المحافظة على المراكز الحيوية واستعادة الحيوية. أعتقد كل هذه الإجراءات فقط يعني أخذ علما بها النظام والروس، ولذلك يتخوفون تماما ولا يمكن أن يقدموا على أي. أنا أقول للجميع وأرجو أن يسمعوني أهل إدلب، لا يمكن للنظام والروس وإيراني مجتمعين أن يقوموا بأي عمل ضد إدلب لهذه الأسباب، لأنهم سوف يخسرون. ربما لم نعد نشاهد أي عنصر من النظام، سينتهي جيش النظام تماما قبل أن يصل حتى إلى جذر الشغور. لكن ايضا بالمقابل يعني قد يستخدم مثلا الروس قد يستخدموا السلاح الكيميائي الغازات الزارين وليس الكلور، قد يستخدموا حتى رؤوس نوويه من تكتيكيه وربما تؤثر على بعض القرى. لذلك يعني برا لهذا السبب نطالب الفصائل بترحيل كل المدنيين من المناطق الجبليه او على الاقل الى الحدود الدوليه. الحدود يعني من جمع شقان الاطراف ربما تكون هي امانا بالنسبه للمدنيين الذين سيشكلون عبئا على المقاتلين. لكن من جهة أخرى أيضا يجب أن يعلم الجميع أن روسيا تخشى خشة كبيرة جدا. يعني اليوم عندما تقوم روسيا بتنفيذ مناورات، أي دولة في العالم عندما تشعر بالضعف العسكري تجاه الطرف الآخر تنفذ مناورة عسكرية أو تدريب عسكري أو أحيانا تمرين استراتيجي أو أحيانا حتى تنفذ عرض سلاح كما يعني كما نفذ الإيرادي بوتين عندما قال جربنا 160 أو 170 سلاح. هذه الإجراءات التي تقوم بها روسيا هي إجراءات تمثيلية لإعطاء رسالة للطرف الآخر وهي الولايات المتحدة الأمريكية أننا نحن أقوياء. هذا الكلام حقيقة يعني بدأ يشكل على روسيا نوع من الهاجس أو الخوف بعد الرسالة الأمريكية الأخيرة وبعد حديث هجوم فرنسي بريطاني الأمريكي في حال استخدام النظام الكيميائي، لأن أمريكا تعلم تمام العلم أن النظام إن لم يستخدم الكيميائي والنووي لا يمكن أن يحقق أي نتيجة في إدلب. ولذلك يا أخي الكريم عسكريا وأنا واثق تمام الثقة كما أسمعك الآن يجب أن يعلم الجميع أن النظام لو كان يملك مع الروس والإيرانيين أي نتيجة حتى 10% لما توارى لو انتظر إلى الآن. وأنا أعطيك كثير من الدلائل لكن ربما الوقت لا يتسع، لكنني أنا من خبرتي العسكرية 40 عاما في العمل العسكري معرفتي بالنظام والروس أنا أعتقد 100% أنه خسران في كل الأحوال، ولذلك حاليا نلجأ إلى الاحتيال والمتاهة ربما يدفع إلى المصطلحات أو إلى التواصل مع بعض الفصائل أو حتى إلى الإعلان على أنه تواصل مع فصائل وهو لم يتواصل من أجل دب الفتنة بين الفصائل. شكرا جزيلا لكم العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري الاستراتيجي. تحية إلى شعبنا بسوريا، تحية إلى هالثورة المجيدة الكبيرة. برجع عليكم أنتم اللبنانيين والمجرير بالزيت، برجع عليكم بعدين. هلا مالي يطشم عليكم بس برجع عليكم توجه لكم ابتداء من ميشيل عون لبشور الروعي ولمه. ما يجب أن أقول وأرجوك أن تسمعوا الوطنيين 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 اسمعوا، لا تغلطوا أبدا بالعراق وبسوريا وبلبنان. لا نقبل بجنيف، لا يمكن أن نجلس مع دمستورة بجنيف، سنجلس بأورشليم وسنجتمع كلنا شعوب، واللي بيحب يجي من الأنظمة أهلا وسهلا فيهم ما بيخوفونه. إلى هذا الاجتماع نريد نيو أوردر، سكس بيكو جديد إسرائيلي بالذات. وأطلب من المعارضة السورية اعلنوا نريد حلف عسكري وسياسي واقتصادي واجتماعي مع دولة إسرائيل. ليش هني بدهم يقاتلوا الإيرانيين يضربوهن وحزب الله وهالمجموعات اللي عم بتدبح أولادنا وتدبحنا وتسرق مصرياتنا؟
بلبنان سرقوا المال العام ما في شيء ما عملوه. لازم نشترك نحن إلى جانب القوات الإسرائيلية. لا تغلطوا غلطة بشير الجميل، ما حدا فتح تمه ووصله. مين بيقدر يطلع منظمة التحرير من بيروت؟ طلعت الجيش الإسرائيلي شال من بيروت المسلحة، ما عم بحكي عن المدنيين. أهلا بالمدنيين، نحن كلنا أهل ومنعيش مع بعضنا. تاخدوا الجنسيات اللبنانية مثل ما نحن خدنا الجنسيات بدول السبعة الصناعية، مثل ما خدنا بباقي الدول بالسواد وبهيك الدول كمان خدنا الجنسيات. أهلا فيك إن نحن منتعيش كلنا مع بعضنا. نريد ونريد ونريد أن نقاتل. ما حدا فتح تمه إلا الرئيس كميل شمعون قول شكرا إسرائيل. بشير الجميل ما عرف مد البريز على البيت ليكو وين وصلنا. لا تغلطوا أبدا ولا تخلونا نوصل لهالمأساة. قوموا وقفوا تاني وقف، بدها وقفة. لا تغلطوا أبدا، بدها وقفة. سرقوا المال العام، هال 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 المجرير اللي سرقوا المال العام من طه ونجيب مئاته إلى ميشيل عان وأسرته وولاده، إلى هالهدايا اللي عم بياخدها بشار الراعي، إلى سليمان طوني فرنجين سرقت البلد سرقة، إلى نبيه برة، إلى كل هالمجموعات اللي سرقة. يجب أن نشترك مع الجانب، أن نكون على حلف عسكري وسياسي مع دولة إسرائيل. لا تغلطوا تنقدر نخلص شعوبنا من هيمنة هالزعران وهالحرمية اللي سرقوا أوطاننا وقتلوا قياداتنا الوطنية الكبيرة. تحية لكم وتحية للعميد أسعد الزعبة. تحية لكم. قال هالحرمية بدها تنفتح ملفات ويفوتوا على السجون. كل من عبد الرحيم مراد، السيد هالجلبوت اللي جايبينه الله أمن جديد، فيصل كرامي وينك يا أبو عبد الحميد تقعد تفرج إيش عم بيصير، فريد هيكل الخازن لك هالبضوع عليك، هيدا نصر ومصر وهاللي جايبن كلن جايبن يا عيب الشوم عليكم بجبل لبنان على هالموقف البشع بتاريخ السيادة والاستقلال. أنا أدعوكم الوطنيين إلى حلف عسكري وسياسي. لن نقبل لا بجنيف ولا بديمستورة، ولا نقبل لا بأستانة ولا بشيء أبدا التوجه إلى دولة إسرائيل بأورشليم. هذا بكن تسمعوا مني، ما بكن تسمعوا أنتوا أحرار. أنا لي أعطيكن كل هالمعلومات. بالمناسبة قلت لكم أنه طلع كتاب جديد تبع بوب وودورد، بتمنى عليكن أنكم تقروه، أنتوا اللي بتحبوا تقروا. هني ليش بدني أقروا؟ هني بيوصلوا هيك وبياخدوا هالميل وبياخدوا هالمروكز 40 جيب من قدام 50 جيب من قدام. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك يا رفيق الحريري يا أبو بهاء. جبت سفالت الناس ووسخت الناس، أعطيتن الميل وأعطيتن الجنة وأعطيتن الجاه ورحت أنت على القبر. يا عيب الشوم عليك. أنا بأكد لكم مثل ما شرح لكم العقيد، شيء اللي صار بالمزي هذا هو واسمعوه. مثل ما قال رئيسنا لينكولن، قال شجرة الحرية تحتاج من وقت لوقت انها تنصقي بالدم. بدنا نوقف كيف ما اقتضى الامر، والا رايحة بلادنا الابد الابدين، كل هالمنطقة رايحة للزعران وللبهلين، عم بيحاولوا يغيروا الوقايع تفهن يفرضوا حالهم. اذا نحن كنا كميل شمعون، الرئيس كميل شمعون، وقلنا شكرا دولة إسرائيل، لا بيتغير كل الموضوع. ونطالب بسيكس بيكو إسرائيلي جديد، لا نقبل سيكس بيكو، انتهى، مات. إسرائيلي على المنطقة. نريد دولة كردية للكرد، ونريد دولة درزية من جبل السويداء، جبل العرب من السويداء إلى حاصبية. هيك بدنا نبلش وهيك بدنا نحكي بدون أي خوف. شو بيعملوا تقارير أمن دولي أمر صرامي، هذا كله كلام ملو قيمة، كل نشبيحة على المال العام. ما في ضابط من صغرته متعين بأيام سليمان طوني فرنجي وبيعرف يكتب اسمه بالعربي. بتحدى إذا بيجيبن وبيقول لهم دي اسمك بالعربي، رح رد عليك انت كرم وعارف كن عم تسمعوني، عم بيسمعوني بأمركن، ما فيني أعمل شيء، رح رد عليهم بأمركن بخاطركن.